هاي شبابنا شوفوا مثل الورد شين عدمت قابت يشنق روحه مرته تريد النسوان هالوقت ما يرحمن بالزلم ليش؟ ما يرحمن تريد لبس تريد اكل وتريد فلوس وتريد الغير ها زين انت ليش شي طلبان ما عندهم نسوان هم مو مثل نحن احنا دشداشه وعبايه وشيله ثوبين ودشداشه هاي شيله ونشتغل ها هسه وين يا يمه موديلات يلا عسى ما تروح تبوك عسى ما تبوك عسى ما كل شيء نسوي اريد ملابس واريد اكل واريد شرب لا خلاص بس يمه النسوان يعني يقول لك نسوان قبل مو نسوان ليش يعني شنو السبب شنو الفرق هي هسه ليش تغيرت الاخو لا يريد اخيه والولاد لا يريد امه ولاية هاي الظروف هاي خلت الوادم يعني مثل يقول لي حاله نفسيه بيها الوادم شبابنا صارت شبابنا هسه الله وكيلك تعبانين تعبت شباب تقولين للنسوان اللي يطلبن من الرجال يطلبن الله الله بالزلمه عينه على الزلمه شاكل تاكل بس تلبس هو اخو ما يخلي عريانه تمشي لا بس انت عينشن ليش والله هسه هالوقت والله هذا ما عجبني ما قام باجبي طقي بطبر وموتي ايه والله والله العظيم والدفنة جوا شربايته وتنام منين هاي الشيوخ تقعد من ورا مصايب النسوان.